سيان لا الفرحة والحزن رفيقان ظلم الإنسان وعفو الله وعدالته هل خلق الله عز وجل السماوات والأرض بميزان. الميزان هو العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض والكون كله، خلقه الله عز وجل بالعدل. والأرض خلقها ووضع الميزان ثم قال ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وانقسم الناس إلى قسمين، قسم يحكم بالعدل وقسم يظلم الناس والخلق، إما عادل وإما ظالم. هكذا البشر صاروا في معاملاتهم وعلاقاتهم، حتى مع أولادهم، مع زوجاتهم، مع موظفيهم، مع غيرهم، مع من هو بدينهم أو بغير دينهم، إما عادل وإما ظالم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أمر الله عز وجل بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر الله البشر أن يحكموا بين الناس بالعدل. لو كان أقرب الناس لك احكم بالعدل، ولو كان أعدى الناس لك احكم بالعدل. ولا يستوي من عدل بين الناس ومن ظلم بينهم، فإن من أعظم الإثم ظلم الناس وإن كان كافرا. الله ينتصر للمظلوم وإن كان كافرا وإن كان فاجرا، فإن الله عز وجل ينصر دعوته، وأن الله عز وجل ينصره على ظالمه. حتى قال الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. شفت شلون؟ ترى الظالم يتألم أكثر من المظلوم، لكن الناس ما يدرون، على بالهم المظلوم هو الذي يتألم. قد يتألم في ظاهره، لكن الله عز وجل يثبته ويعينه وينصره بعدين. ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. إياك والظلم، وكن عادلا في قولك وفعلك مع كل الناس، فإن الله عز وجل لا يساوي يوم القيامة بين عادل وظالم. أما المقسطون، أما أهل العدل الذين عدلوا مع الناس، فإنهم على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن. الله أكبر، ما أعظم مكانهم يوم القيامة. المقسطون الذين عدلوا في أحكامهم، انظروا لمكانتهم عند الله يوم القيامة. والحاكم الإمام العادل الله يميزه من بين الحكام كلهم، من بين الأئمة كلهم، فيجعله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ليش؟ وإمام عادل، لأنه عدل في رعيته، وهذا صعب. من يستطيع أن يعدل مع كل الرعية إلا من وفقه الله جل وعلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شلون كان عادل مع الناس، شلون كان يعلم أصحابه العدل. ولما جاء واحد يتوسط يشفع في حد من حدود الله وكان يحبه، أتشفع في حد من حدود الله؟ قال والله لو أن فاطمة، وحاشاها لكن أغلى الناس عنده، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ديننا دين العدل، ما يستوي من يعدل ومن يظلم. ولهذا قال الله عز وجل عن الظلمة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالم لا تحسبن الله عز وجل يغفل عنه. يوم من الأيام كان يسوي أصحابه قبل أحد،
كان يساويهم، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يساويهم، فاذا بيدفع احدهم دفعا عشان يرجع يساوي الصف. سواد بن غزية، سواد تغير وجهه يوم دفع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ، قال لعلي اوجعتك؟ قال نعم. الصحابه يسمعون الان، قال تريد ان تقتص؟ قال نعم. قال اقتص، ادفعني كما دفعتك. قال بطني مكشوف، اكشف لي عن بطنك، هل رايت عدلا كهذا العدل؟ لما كشف النبي عن بطنه انكب سواد يقبله، قال لم صنعت هذا؟ قال سنقدم على معركة ربما أموت فيها، وأردت أن يكون آخر العهد لي في هذه الحياة أن تمس بشرتي بشرتك. العدل جعل الناس يحبونه، أما الظالم يتمنى الناس موته كل لحظة، يدعون الناس عليه لأنه ظالم. لما دخل الهرمزان رسول كسرى على المدينة يبحث عن زعيم المسلمين أين هو، فوجده نائما تحت شجرة، فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. لو أنت ظالم ما تنام هذه النومة، لكن لأنك عدلت. لا يستوي من عدل ومن ظلم، حتى لو كان مسلما ربما أحيانا يظلم ويخوف من الظلم. سليمان بن عبد الملك الخليفة كان قائما في المسجد يوم من الأيام، فقام أحد المصلين عليه، قال يا سليمان اتق يوم الأذان. اتق يوم الأذان، شنو قصة يوم الأذان؟ قال له اتق يوم الأذان، فناداه قال تعال أيها الرجل. فجاء الرجل أمام الخليفة، أمام يعني حاكم الدولة والناس جالسين، شنو يقول هذا؟ قال وما يوم الأذان؟ قال قول الله عز وجل، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله، اللعنة الله على الظالمين. فبكى سليمان. نعم، ما أشده من مصير الظالم اليوم، اللي ينهب أموال الناس وما يعطي الناس حقوقها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو خصيمه يوم القيامة، اللي يشتغل عنده واحد وما يعطي حقه، يجي يعمل له عمل وما يعطي أجرته، أو موظف ولا يعطي حقه، هذا تعرف من خصيمه يوم القيامة؟ خصيمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استوفى أجيرا ولم يعطه حقه. وسيعلم الذين ظلموا، هذا ظالم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما أعطي عبد عطاء أفضل من العدل. اتقوا الله واعدلوا في كل شيء، حتى أولادك، حتى في أولادك. لا يستوي من عدل مع أولاده في النفقة، في الحب، في العاطفة، في الاهتمام، في التربية، في كل شيء، عدل مع أولاده وبين من فرق بينهم. يعطي هذا ويحرم هذا، يساعد هذا ويمنع هذا، لا يستوي هذا وهذا. لا يستوي من تزوج أكثر من امرأة فظلمهن، لا يستوي من أخذ إنسان عمل وما أعطاه حقه، وبين إنسان يعمل معاه الناس ويعطيهم أكثر من حقوقهم وقبل أن يجف عرقهم. لا يستوي عادل وظالم في شرع الله عز وجل. هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة. 10 سنوات قضيناها معكم نفتخر بكل لحظة فيها، والجاي أفضل. الحلو في رمضان لما تشوف الناس ناسية تعبها.
وتعطي من قلبها، وإيد على إيد الخير يعم ويزيد. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. صالح احبابه كثير، منهم عبد الله السدحان ويوسف الدخيل، يا ترى كيف صار محبوب؟ من كم يوم وبعشر ريال بس صالح قدم الخوية محمد 100 ريال هدية. محمد شافها له كبيرة وعرفه على مديرة اللي حبه ووظفه، وفي الوظيفة اتعرف على مخرج كبير اخذ للتصوير، وفي التصوير اتعرف على عبد الله السدحان ويوسف الدخيل، حبوه وبشهد درامي ضموه، وبكذا زادوا احبابه. ارسل 10 الى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية مع 10 موبايلي، كثر حبايبك. متى يصفف الصباح يا ابي ضفائري، وامضي بين اخوتي والشوق في دفاتري، هل ما يعيق فرحتي اني عجزت ان اسي، ام انها اعاقه من بابنا الفقير؟ متى؟ جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء. 26 عاما وهذا الصرح الشامخ ينهض بالعمل الدعوي بالأحساء، يدعو إلى الله ويخدم مئات الآلاف من المسلمين وغير المسلمين، زاره الفضلاء وأشاد به العلماء. مكتب الدعوة بالأحساء، مسلم جديد كل 6 ساعات، توعية الجاليات ودعوة المثقفين والشباب وكفالة الدعاة وطباعة الوسائل الدعوية وغيرها من أعمال الخير والبر. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة. إن هذا المكتب بأمس الحاجة إلى دعم مناشطه، فينفق سنويا مبالغ ليست بالقليلة، ولا يخفاكم أن مناشط المكتب خاصة في خدمة المعتمرين والحجاج وفيما نجح فيه من دعوة الصينيين إلى الإسلام، حيث أسلم أكثر من 6000، ولله الحمد والمنة. اترك أثرا في مكة. دلة المسافر، رفيقتك في السفر. رمضان تزداد حلاوته بجمعاته، شمل الأحباب تلم ونصير عيلة أكبر، ساعتها تهل البركة. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. من أول يوم بعالمكم 10 سنين حملت داخل قلبي اللي طالع من قلوبكم، كنت اختياركم وصلة بينكم ورسالتكم، وكل ما عشت بينكم تمنيت رضاكم يكبر. 10 سنوات قضيناها معكم نفتخر بكل لحظة فيها، والجاي أفضل. هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة. 10 سنوات قضيناها معكم نفتخر بكل لحظة فيها، والجاي أفضل. جاء خبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابن عمرو بن العاص الوالي على مصر ظلم رجلا قبطيا لم يكن مسلما، لأنه ابن الوالي وكان يقول لهذا القبطي وهو يضربه، قال أنا ابن الأكرمين، أنا مو أي واحد، أنا ابن الوالي، وضرب هذا الرجل. فجاء الرجل القبطي وسافر من مصر إلى المدينة يشتكي عند عمر الخليفة، فغضب عمر غضبا شديدا رضي الله عنه، ونادى الابن وأبيه، الوالي وابنه اللي ضرب، الابن اللي ضرب لا، هذا الوالي معه. ف
فأرسل إليهما وجيء بهما إلى المدينة والقبطي موجود. فقال: والشهود موجودين؟ قال: أنت ضربته؟ قال: نعم. ما يستطيع أن ينكر. قال: ظلمته؟ قال: نعم. قال: لما فعلت هذا؟ ليس له عذر. قال: لأنك ابن الأكرمين. فقال للقبطي: عمر يقول له: خذ العصا واضرب ابن الأكرمين الآن أمام أبيه وأمام الناس، اضرب كما ضربك. السن بالسن، ما في مجاملة في الإسلام، العدل العدل. فضربه، أخذ حقه. ثم قال: عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو كان كافرا اعدل معه، أنت ما تحبه، شنآن قوم يعني قوم ما تحبونهم، لا يحملكم بغضكم على أن تظلموا، إياك، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل ما في مجاملة، العدل مع جميع البشر، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، يجب أن نعدل مع الناس. على العكس، الظالم، الظالم الذي تتبين له الحقيقة ويظلم. ولهذا صار القضاة ثلاثة، شفت القضاة؟ لأنهم يحكمون على الناس، وأصعب وظيفة في الأرض القاضي، ترى أصعب شيء. ولهذا كان العلماء والفقهاء كانوا يطلبون ويجبرون على القضاء ويمتنعون. أخطر وظيفة في الأرض القاضي، لأنه يحكم، فإما أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله، إما أن يعدل أو يظلم. ولهذا قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، ثلثهم ينجو بس. شيء خوف. ولهذا أمر الله عز وجل الناس: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. يعني اتقوا الله واحكموا بين الناس بالعدل. داود عليه السلام نبي الله، الله أراد أن يعلمه ويعلم أمته ويعلمنا حنا في القرآن، ذكر القصة في القرآن. دخل عليه رجل، تسور المحراب، فدخل عليه رجل وأخذ يشتكي له، قال: إن هذا أخي، شوف بدأ بالشكوى، ها، قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، يتكلم أحسن مني وظلمني وأخذ حقي، وعنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة وهم يبي أخذها مني. فعلى طول حكم داود عليه السلام، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الظاهر يقول صح كلام داود عليه السلام، لكن الحقيقة تقول لا، كان من تمام العدل أن ينتظر حتى يسمع من الطرف الثاني، قد يكون الثاني أيضا الحق معه، قد يكون 99 نعجة وهذه 100 أيضا له. أخطأ داود عليه السلام فاستعجل بالحكم، الله قدر هذا عشان يبين للناس ترى العدل مو شيء سهل، مو تسمع واحد بكى تحكم له على طول، تشوفه مجروح تحكم له على طول، تجي تبكي لك تحكم لها على طول، لا لا لا، اسمع الطرف الثاني، قد يكون مو مفقوع عين واحد، العينين الثنتين، قد يكون هذا مجروح هذاك مقتول، ايش دراك، كيف تحكم للناس ظلما؟ فلهذا استغفر ربه داود لما عرف خطأه، استغفر ربه وخر راكعا وأناب، سجد لله وأخذ يبكي لله توبة مما فعل، مع أنه عن غير قصد. كيف بالناس الذين يظلمون بقصد، يعلم أن هذا الحق له ولا يحكم له، يدري أن هذا فلان مظلوم ولا يقف معه ولا ينصره على من ظلمه. ترى هني مصيبة، مصيبة، بعض الناس يتساهل بالظلم، لكن العاقبة شنو؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت
لا ظلم اليوم. كل نفس يوم القيامة ستجزى، والله لو حبة حبة يأتي بها، وكفى بنا حاسبين. لو واحد ظلم الناس إبرة ظلمهم حقهم، والله ستأتي يوم القيامة. ما في والله أنا أعطيتهم كل حقوقهم إلا دينار، سيأتي به الله يوم القيامة. هذا ظلم. ما تظلم الناس علشان فقير، علشان مسكين. هذه امرأة يروي الذهبي قصتها في كتاب الكبائر، يقول يوم من الأيام مسكينة امرأة عندها كوخ، تشتغل بروحها طول النهار وتجي بالليل تنام في بيتها، تقوم النهار من الفجر تشتغل عشان تاكل لقمة عيشها وتنام بالبيت، كوخ صغير ما عنده أحد بالدنيا. جاء واحد من الأغنياء الأثرياء الظلمة، بنى قصر بالقرب من هذا الكوخ، بنى قصر كبير بيت. وهو يمشي في الشرفة يوما فرأى الكوخ عند قصره، قال لجنوده: ما هذا الكوخ؟ قالوا: لامرأة عجوز لا ليس عندها أحد، تذهب في النهار تطلب رزقها وترجع بالليل وتنام. قال: إنه يشوه منظر القصر، اهدموه أزيلوه. قالوا: كيف؟ ليس لا نملكه. قال: أزيلوه. من يمنعه؟ رجل ظالم وعنده، رجل طاغية، من يوقف أمامه؟ هدموا الكوخ، ما في شيء، شالوه. المرأة جاءت في الليل تبحث عن بيتها ما وجدته. يقولون: فبكت العجوز وقالت قولة مقهور، قالت: اللهم إن كنت أنا غائبة فأين أنت؟ الله، ما أعظم الكلمة. ها، خلاص وكلت أمرها لله: يا رب أنا ماني موجودة لكن أنت حاضر يا رب. وأخذت تدعو على من ظلمها، والله يقول للمظلوم: قال لأنصرنك ولو بعد حين، لدعوة المظلوم. يقول الذهبي في الرواية: يقول ما مرت الأيام إلا وخسف الله عز وجل القصر بصاحبه، الأرض ابتلعته، لأن الله عز وجل كتب أن الظالم لن يفلح أبدا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ديننا دين العدل. ربعي بن عامر لما دخل على رستم بلاد فارس قبل الفتح قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله أكبر، إحنا جئنا بالعدل. الإسلام ترى حكم العدل، نشر العدل في الأرض، ترى هذه أهم غاية لدين الإسلام، العدل مع المسلمين ومع غير المسلمين، العدل مع الجميع، هذه غاية كبرى في ديننا. ولهذا أمر الله عز وجل بالعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فرق كبير، بل لا مقارنة أصلا، بل إن العدل لأجله وعليه قامت السماوات والأرض، والظلم سبب لفساد الأرض وما عليها، فإنهما والله لا يستويان. في الدنيا الناس تظلم، يظلم بعضهم بعضا، بل أكثر الناس يقع فيهم الظلم، لكن العبرة بالنهاية. سيأتي يوم على الناس يقف فيه المظلوم مع الظالم، يوم يكون فيه العدل، يوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، يوم يضع الله فيه الموازين بالقسط، يوم يأخذ الله الحق لصاحب الحق. حتى في الحيوانات، نعم حتى في الحيوانات، يعطي تلك الناقة حقها ممن نطحتها وآذتها ثم تصير ترابا، لكن في ذلك اليوم لا ظلم اليوم، يقضي الله عز وجل فيه بالحق. الله يقضي بين الناس، هنيئا للمظلوم في ذلك اليوم، ويا ويل الظالمين. ففي يوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، سيخرج الله ما في القلوب، وتبلغ القلوب الحناجر،
من خوفها، لأن الله عز وجل لن تخفى عليه خافية وسيقضي بين الناس بالحق. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. بالود نباسل شهوتنا فيحل مكان الخوف أما، بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان. بالود نباسل شهوتنا فيحل كان الخوف أمان، بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان. قسوتنا والطيبة فينا أبدا أبدا لا يستويان. هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟